أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج المشهد. في حلقة اليوم نتناول تطورات المشهد اليمني في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي استيلائها على مديرية جبل مراد في محافظة مأرب اليمنية، وأيضا السيطرة على مركز مديرية الجوبة الاستراتيجية في مأرب، إلا أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أعلن عن مقتل 264 فرد من ميليشيا الحوثي في غارات جوية. هذه الغارات الجوية استهدفت قريتين أو منطقتين قرب مدينة مأرب، حيث تدور المعارك بين ميليشيا الحوثي وبين القوات الحكومية المدعومة من قبل قوات دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية. يسعدنا أن يكون معنا في حلقة اليوم الأستاذ أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بك يا فندم. أهلا صباحك. قبل ما نبدأ هذا الحوار، معنا تقرير عن ما يحدث في المشهد اليمني، هنشوفه مع حضرتك والسادة المشاهدين ونعود إليكم لنبدأ هذا الحوار. للشهر التاسع على التوالي تتصدر معارك مأرب أولويات اليمن والمجتمع الدولي الذي يصف هجوم ميليشيا الحوثي بالمعرقل لجهود إنهاء الحرب. وفي تصعيد أخير أعلنت ميليشيا الحوثية سيطرة على مديرية جبل مراد جنوبي محافظة مأرب بدون قتال، وذلك بعد اتفاق قبلي مسبق أبرمته ميليشيا الحوثي مع قبائل المديرية. ومن ثم يعمل الجيش اليمني جاهدا على صد هجوم المسلحين الحوثيين للسيطرة على محافظة مأرب الحيوية، حيث أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد مجلي أن الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية يخوض معارك بطولية في مختلف جبهات محافظة مأرب استنزفت كل القدرات القتالية للميليشيا الحوثية، لافتا أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة حيث سقط العشرات من عناصر الحوثي وقياداتها بين قتيل وجريح. من جهة أخرى، أعلن التحالف العربي تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثية في جبهتي الجوبة والكسارة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر حوثي. وعلى الصعيد الإنساني، أفاد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب بأن التصعيد المستمر من قبل ميليشيا الحوثية على القرى والمنازل في مديرية الجوبة تسبب في مقتل وإصابة 300 شخص وتهجير ونزوح أكثر من 10,000 أسرة، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الإخلاقية بحق الشعب اليمني الذي يموت حصارا وتجويعا أو بالإعدامات الجماعية والممارسات القمعية أو بالقصف المستمر على القرى والأحياء السكنية من قبل الميليشيا الحوثية. أهلا بكم من جديد، وأرحب مجددا بضيفي الأستاذ أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الجمهورية. يعني بعد مشاهدة هذا التقرير، كيف ترى هذا السجال بين الطرفين في محاولة الاستيلاء على محافظة مأرب اللي تعتبر إحدى أهم المدن الاستراتيجية في اليمن؟ هي إحدى أهم وآخر المعاقل الاستراتيجية التي يسيطر عليها الجيش اليمني في منطقة الشمال، وهي تبعد بنحو 100 كيلومتر عن العاصمة صنعاء. ميليشيا الحوثيين تحاول منذ فترة طويلة السيطرة على هذه المنطقة بالكامل حتى تفرض الأمر الواقع، ولا تحتاج بشكل من الأشكال إلى الدخول في مفاوضات جديدة تحت رعاية أممية. هي تحاول فرض الأمر الواقع على الشعب اليمني قبل القوى السياسية المختلفة في هذا البلد الذي أصبح شقيا بالأوضاع التي تحولت إليها الأمور منذ فترة الخريف العربي وحتى الآن. الحوثيون خلال الفترة الأخيرة أعتقد أنهم يحاولون بدعم من قوى إقليمية مختلفة السيطرة على هذه
المنطقة كما قلت لفرض الأمر الواقع. نعم. تسيطر عليها من جبهات ثلاث، الناحية الشمالية والجنوبية وأيضا الغربية. هذه المنطقة نزح إليها مئات الآلاف من اليمنيين خلال السنوات الأخيرة، هي معرضة الآن لمأساة إنسانية وعلى شفا مجاعة تهدد حياة الآلاف هناك. الوضع هناك مأساوي بكل المقاييس. قوات القوات الجيش اليمني مدعومة بالغارات الجوية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تبذل كل ما في وسعها لصد هجمات الحوثيين، ولكن إلى أين ستسير الأمور سنرى خلال الأيام القليلة المقبلة. أستاذ أشرف، يعني الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبدو مجلي أفاد أن قوات الجيش بالإضافة إلى المقاومة وأيضا رجال القبائل في اليمن بيقوموا بملاحم بطولية من أجل مهاجمة أو وقف تنفيذ العمليات الحوثية في هذه المناطق. كيف ترى تعامل رجال القبائل مع هذا الصراع؟ رجال القبائل منذ القدم وحتى الآن، حتى على مدار تاريخ اليمني، سواء قبل اتحاد شمالي مع جنوبي، مرورا بفترة حكم علي عبد الله صالح وحتى الآن، هنالك الحكم القبلي له تأثير كبير على مجريات الأوضاع السياسية في البلاد. الوضع القبلي يتم محاولة مغازلته من جانب القوى الحوثية بالتمهيد بأنهم سيحصلون على العديد من المميزات، سواء المميزات المادية أو النفطية أو المميزات السياسية خلال الفترة القادمة. أيضا القبائل تعاني الأمرين خلال الفترة الأخيرة، تعاني بشدة من الصراع الدامي الدائر في المناطق التي يعيشون بها، تعاني أيضا بنقص شديد وحاد على مستوى كافة الخدمات، سواء الطبية سواء الغذائية سواء اللوجستية. كل هذه الأمور تعاني منها القبائل بشدة. القبائل هي مضطرة في النهاية للقبول بالأمر الواقع وعقد اتفاقات مختلفة مع الحوثيين بهدف رئيسي، وهو ضمان حد أبنى من الحياة الأدمية حتى لو كان في ظل حكم بربري لميليشيات جماعة الحوثي. ولكن أعتقد أن هذه القبائل أيضا وأجزاء كبيرة منها تدعم بشكل كبير الدولة اليمنية بمؤسساتها الشرعية، بحكومتها المعترف بها دوليا، الجيش الوطني اليمني. كل هذه المسائل أعتقد من الصراع ستأخذ مداها خلال الفترة القادمة. لمن ستكون الغلبة؟ أعتقد أن الغلبة في النهاية ستكون للشعب اليمني الذي سيقول كلمته في النهاية، سواء طال أمد ذلك أم قصر. ولكن الجيش اليمني كشف عن أن هو قدر يحقق تقدم وسيطرة على بعض المواقع جنوب محافظة مأرب تحديدا، وهي منطقتي علفاء وملعاء، وأيضا المناطق المجاورة لهاتين المنطقتين. من وجهة نظر حضرتك، هتكون النتائج إزاي على أرض الواقع؟ وهل هتكون هذه النتائج خطوة إن إحنا يقدروا يحدوا من انتشار ميليشيا الحوثي في هذه المناطق؟ هذه المسألة لها شقين، شق عسكري وشق سياسي. فيما يتعلق بالشق العسكري، أعتقد أن الصراع ما زال دائرا في هذه المنطقة. قوات دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية شنت العديد والعديد من الغارات خلال العشرة أيام الأخيرة في المناطق النزاع، استهدفت العديد من التحركات الآليات العسكرية لميليشيات الحوثيين، أوقعت الكثير والكثير من العناصر المسلحة للحوثيين. ولكن مع الأسف الشديد، طالما يختبئ الحوثيون ما بين الأهالي وما بين القبائل في تلك المناطق، تعرقل إلى حد كبير تلك المسائل العسكرية، بينما تتحرك الميليشيات الحوثيين على الأرض وتحاول التقدم شيئا فشيئا نحو قلب مأرب. وأعتقد أنها حققت نجاحا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع نقص الإمدادات من كافة النواحي لقوات اليمنية المدعومة من
قوات التحالف العربي في اليمن. الصراع في هذه المنطقة ما زال دائرا، القوات اليمنية مدعومة بالغارات الجوية، لها أولوية ولها قدرة كبيرة على الحد من خلال الغارات الجوية الحد من تقدم الميليشيات الحوثيين. الميليشيات الحوثيين تستغل الغرة الجبال والمناطق الصعبة للاختباء وللتحرك والمراوغة. أعتقد المسألة في منتهى الصعوبة إن لم تكن مستحيلة في حالة مواجهتها على الأرض من خلال قوات مشاة وآليات مترعة وما خلاف. وهذا على الجانب العسكري. على الجانب السياسي المسألة متعلقة بشكل كبير على توافقات القوى الإقليمية المختلفة، القوى السياسية المتناحرة أو المتصارعة في اليمن، الحوثيون من الجهة، الحكومة حكومة عبد ربه هادي منصور في من جهة أخرى، منطقة المجلس الانفصالي في الجنوب. كل هذه المسائل أعتقد أنها رهينة طبعا مع القوى الإقليمية المختلفة، كل هذه المسائل ستحدد مسار التحولات في منطقة مأرب وبالتالي مسار العملية بالكامل في اليمن. هل اليمن يتجه بشكل كبير نحو التقسيم كما توقع الكثيرون؟ ولكن هناك أيضا توقعات بأن مسألة التقسيم صعبة خلال الفترة الحالية، كما هو الحال بالنسبة لصعوبة عودة الدولة اليمنية متماسكة مرة أخرى قبل ثورات أو الخريف العربي. ولكن أستاذ أشرف، إذا تم الاستيلاء بالفعل على محافظة مأرب، لن يكون هناك يد للحكومة على أي مكان بعد ذلك في اليمن يعني. صحيح، ولكن هذه المسألة تعزز الانقسام بشكل كبير في اليمن، وتضع كما يقولون سكينا كبيرة على خريطة اليمن لتقسم المقسم وتجزئ المجزأ. فهذه مسألة أعتقد أنها شديدة الخطورة على مستقبل الدولة اليمنية. نعم. صحيح أنها تبعد إلى حد كبير فكرة الاندماج مرة أخرى والعودة إلى الدولة الطبيعية مرة أخرى القوية الصلبة المتماسكة، ولكنها في نفس الوقت لا تعجل بشكل كبير على مدار المدى المنظور على الأقل تقسيم اليمن خلال الفترة القادمة. بين الحين والآخر بنرى أن جماعة الحوثي بتحاول الاعتداء على الأراضي السعودية من خلال طائرات مفخخة بدون طيار بتطلقها باتجاه تحديدا جنوب السعودية. تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أعلن عن تدمير اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتهم ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية. برأيك يعني لماذا تحاول جماعة الحوثي إشراك أو إقحام السعودية في هذا الصراع والتعدي على سيادة أراضيه؟ لا يمر يوم بدون لا يمر يوم في اليمن وفي السعودية دونما أن يكون هناك إطلاق من جانب ميليشيات الحوثيين لصواريخ باليستية، طائرات مسيرة مفخخة. نعم. على منطقة جازان، على منطقة أبها ومطار أبها، الكثير من مناطق الجنوب في المملكة العربية السعودية تتصدى في حقيقة الحال الدفاعات السعودية لمعظم هذه الصواريخ، ولكن في بعض الأحيان تسقط هذه الصواريخ على مناطق مدنية وفي العديد من المطارات السعودية في هذه المنطقة، مخلفة وراءها العديد من الخسائر. الهدف من وراء تلك الهجمات هو واضح تمام الوضوح، هو إحراج المملكة العربية السعودية، تصدير أزمات إليها، محاولة إثنائها عن الدفاع عن أمنها القومي بالأساس الذي هو معرض للخطر من جانب ميليشيات حوثية على حدودها الجنوبية. ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية ولا أمنها القومي أن يكون في الجنوب منها واليمن والعلاقات الاستراتيجية الكبيرة والعميقة والتاريخية ما بين البلدين أن تكون مهددة من جانب ميليشيات الحوثية مدعومة من قوى إقليمية مختلفة. هذه المسألة تهدد بكل تأكيد الأمن القومي السعودي، وهي في هذه الحالة المملكة تدافع بشكل أساسي عن حدودها وعن كيانها وعن أمنها وعن مصالحها الاستراتيجية
في هذه المنطقة. أيضا ميليشيات الحوثي لا تتوقف عند هذا الأمر، وإنما أيضا تطلق العديد من القوارب المفخخة في البحر الأحمر مستهدفة حركة الملاحة، وهذه مسألة تمس العديد من دول المنطقة ومن ضمنها الدولة المصرية. هذه مسألة أيضا ننتبه إليها بشدة، ولطالما وزارة الخارجية المصرية تدين هذه التحركات وهذه التصرفات الحوثية، وأعتقد أننا متضمنين تمام التضامن مع المملكة العربية السعودية في حربها ضد الميليشيات الإرهابية في اليمن، وضد كل من يحاول المساس بمصالح المنطقة وأمنها القومي. هو بالفعل تحالف دعم الشرعية في اليمن قال أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة كانت بتستهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة، وأيضا مدينة جازان في الجنوب. هل حضرتك تعتقد أن التسليح الخارجي اللي بيصل لجماعة الحوثي في اليمن هو اللي بيساعدها على تنفيذ هذه العمليات، أم أنها تنفذ أجندات خارجية؟ بلا شك فكرة الإمدادات العسكرية التي تتلقاها ميليشيات الحوثيين من القوى الإقليمية المختلفة، هذه فكرة أعتقد أنها منحتها حق الحياة في بعض المراحل، ثم قدمت إليها الدعم السياسي والعسكري في مراحل أخرى، وصولا إلى مرحلة فرض سياسة الأمر الواقع والسيطرة على الأرض في العديد من المناطق اليمنية وفي المقدمة منها العاصمة صنعاء. بدون هذه الإمدادات العسكرية وبهذا الدعم اللوجستي والعسكري الذي تتلقاه الميليشيات الحوثية، ما كان لها أن تحقق كل هذه الانتصارات المتفاوتة على أرض الواقع. صحيح أن القوات اليمنية الشرعية تتصدى لها في كثير من الأحيان، ونجحت في إلحاق الهزائم المختلفة بها، إلا أن طالما هنالك دعم لوجستي وعسكري لميليشيات الحوثيين، سيظل الصراع دائرا على أرض اليمن الذي كان سعيدا. ولكن يعني رغم كل ما ذكرته حضرتك، إلا أن هناك عمليات تحجيم لهذه الميليشيا من نقدر نقول من خلال القبض على بعضهم وتدمير العربات المدرعة اللي بيقودوها والأطقم القتالية وعدد من المعدات والأسلحة اللي بيمتلكها جماعة الحوثي. هل حضرتك تعتقد أن ده ممكن يساهم في تحجيم دور الحوثيين في هذه المنطقة؟ هنالك العديد من النقاط التي يجب التطرق إليها قبل الإجابة عن هذا السؤال. أولا، أرض اليمن منذ حرب اليمن، إذا رجعنا بالذاكرة حرب اليمن في الستينات، سنجد أن فكرة الوصول إلى مرحلة الهازم المنتصر والمهزوم في اليمن فكرة صعبة التحقق على أرض الواقع. التضاريس اليمنية، طبيعة الشعب اليمني، التقسيمات العرقية والقبلية الموجودة في اليمن تصاحب كثيرا من فكرة الوصول إلى مرحلة وجود فائز ووجود منتصر على أرض اليمن. إذا انتقلنا من هذه النقطة إلى نقطة أخرى وعدنا قليلا إلى الخلف منذ بداية الثورة اليمنية والإطاحة بحكم علي عبد الله صالح، سنجد أن ميليشيات الحوثيين طالما كانت تتعرض لهزائم عسكرية تهرول إلى الموافقة على الدخول في مفاوضات مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية وكل القوى الشرعية الموجودة في اليمن. طالما كانت تحقق انتصارات على أرض الواقع، فتصم أذنها عن أي محاولة للدخول في مفاوضات، برغم الفرص العديدة والكثيرة التي قدمت بها المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، المرونة الشديدة في المفاوضات التي تم إجراؤها سواء في الكويت، سواء في جنيف أو في غيرها أو في بروكسل. أيضا هنالك مفاوضات كانت جارية بين القوى المختلفة. في كل هذه المفاوضات الحكومة اليمنية مدعومة من المملكة العربية السعودية قدمت مرونة غير عادية في الموافقة على وصول إلى حالة من التوافق، ولكن في النهاية بتتعثر هذه المفاوضات ولا نصل إلى شيء بسبب التعنت الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها من قوى إقليمية وفي المقدمة منها
إيران. ولكن طالما طالما تصل الميليشيات الحوثية إلى محاولة إلى انتصارات على أرض الواقع وآخرها في المغرب، هي لن تلجأ بأي حال من الأحوال إلى الدخول في مفاوضات، ستتعنت وستستمر فيها مسألة التعنت، ستحاول أن تفرض الأمر الواقع. كل ذلك يأتي في حالة تغييب كامل القوى الدولية وانشغال كامل بقضايا أخرى أكثر خطورة وأكثر إلحاحا على القوى الإقليمية والدولية الكبرى. إذن الوضع في اليمن يسير بشكل أكبر نحو التعقد ونحو الابتعاد عن المشهد الدولي، وهذه مسألة أعتقد أنها لا تصب أي حال من الأحوال عن فكرة الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. نعم أستاذ أشرف، اسمح لنا معنا عبر الهاتف الأستاذ يسرى عبيد الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم وضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين. أستاذ يسرى، يعني نتحدث عن تطورات المشهد اليمني وما تقوم به جماعة الحوثي في الأراضي اليمنية ومحاولة الاستيلاء على محافظة مأرب والمناطق المجاورة لها. برأيك يعني إلى أين ستصل هذه الجماعة إذا لم يتم توقيع عقوبات على هذه الجماعة، لأنها لا تحاول أن تصل مع الحكومة إلى حل وتجلس على طاولة المفاوضات؟ أعتقد أن الأوضاع في اليمن إذا لم يتم تدخل دولي وتوافق دولي بين القوى الفاعلة والقوى المؤثرة في الأزمة اليمنية، أعتقد أن الأمور ستستمر. هناك أكثر من 6 أو 7 سنوات والأوضاع في اليمن مستمرة، وهي قتال وقتال مضاد وضربات صاروخية وضربات مضادة للأسف الشديد، لأن الأمور في اليمن هي جزء من صراع إقليمي لا الحوثيون يملكون فيه اتخاذ القرار ولا الطرف الآخر. للأسف الشديد إيران متوغلة في الأزمة بشكل كبير، الحوثي لا يتخذ أي قرار ولا يأمر بأي هجوم ضد الأراضي السعودية إلا بضوء أخضر إيراني وبمساعدة كاملة من إيران، وهو جزء من المحور الإيراني الخليجي الموجود في المنطقة. وبالتالي أعتقد أن صمت المجتمع الدولي وصمت حتى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن عن إدانة الهجمات الحوثية ضد الأراضي السعودية وضد المدنيين اليمنيين أنفسهم، أعتقد أنه شجع هذه الجماعة على أن تتمادى في هجماتها وأن تصعد من هجماتها من حين لآخر حسب ما يطلب منها الإيرانيون. وكل هذا للأسف الشديد جزء لا يتجزأ من الأزمة الموجودة في المنطقة العربية، وهي تطلعات إيران للسيطرة على بعض العواصم العربية مثل ما يحدث الآن في لبنان وما يحدث في العراق. وبالتالي لا ننسى أن هذا الأزمة اليمنية هي جزء من الأزمة في الشرق الأوسط والمنطقة بالكامل، وإن لم يتم توافق دولي وإقليمي حول هذه الأزمة فأعتقد أن الأوضاع ستستمر على ما هي عليه الآن. نعم أستاذ يسرى، هناك مبادرات عديدة بيقودها المبعوث الأممي لدى اليمن من أجل حلحلة الأمور بها وأيضا العمل على تهدئة الأوضاع في اليمن، يعني لماذا لا تستجيب الجماعة الحوثية لهذه التحركات الدولية بنظرك؟ كما قلت لحضرتك الجماعة الحوثية لا تستجيب لأن لها أهداف تدعمها إيران في هذه المسألة، بالإضافة إلى أن ليست هناك ضغوط كافية من المجتمع الدولي على هذه الجماعة لوقف هذه الهجمات والجلوس إلى طاولة المفاوضات. هناك أكثر من مبعوث أممي تم تعيينه للأزمة في اليمن، وكل منهم يأتي ويرحل دون أن يحرز أي تقدم في المسألة. الجماعة تريد أن تسيطر على محافظة مأرب لأنها محافظة استراتيجية في وسط اليمن، لديها من الموارد الطبيعية الكثير، وبالتالي هي تحاول منذ فترة طويلة أن تسيطر على هذه المحافظة، ولكن القوات الشرعية اليمنية تمنعها من هذا الأمر، وبالتالي تلجأ الجماعة إلى قصف المدنيين وقصف بعض الأراضي السعودية في المملكة العربية السعودية. كل هذا كما قلت الجماعة لا تتصرف من تلقاء نفسها، الجماعة تأتيها الأوامر من إيران لأن إيران هي الداعم الأساسي وهي المحرض الأساسي لهذه الجماعة. جميع الصواريخ التي تطلق من اليمن هي بمساعدة مستشارين إيرانيين، وبالتالي لا تملك الجماعة أن تتخذ قرار في هذا الأمر إلا إذا جاءها الأمر من طهران. وبالتالي الأزمة في اليمن
هي أزمة كما قلت جزء من الأزمة في الإقليم، ولا بد أن يكون هناك توافق دولي أولا على حل هذه الأزمة، وبالتالي ستنصاع الجماعة، لأن الجماعة لا تملك من أمرها شيء. لابد من جلوس الأطراف الإيرانيون مع المجتمع الدولي مع الأطراف الخليجية على طاولة المفاوضات، وأن تكون هناك إرادة جدية وقوية لحل هذه المسألة. ما لم يحدث هذا ستستمر الأزمة، وسيستمر التصعيد الحوثي، وسيستمر المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها والدفاع عن الشرعية في اليمن. وأعتقد أن الأزمة ستطول ما لم يحدث أي اختراق سواء من المجتمع الدولي أو سواء من القوى الإقليمية الموجودة في المنطقة. نعم أستاذ يسري عبيد الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. أستاذ أشرف، تعقيب حضرتك على ما ذكره الأستاذ يسري عبيد. أنا ليا تعقيب على فكرة مدى الارتباط ما بين حل الأزمة في اليمن وتوافق القوى الدولية. في حقيقة الحال هذا لن يحدث على الإطلاق كما ذكر الأستاذ يسري لثلاثة أسباب رئيسية من وجهة نظري. السبب الأول هو محاولة الولايات المتحدة الأمريكية، القوى الأعظم والقطب الأوحد على مستوى العالم، خلال الفترة الأخيرة هنالك استراتيجية واضحة للعيان، هي الانسحاب الكامل من جانب الولايات المتحدة من كافة مناطق الصراع في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شرق آسيا وأفغانستان، تمهيدا لنشر هذه القوة في منطقة المحيطين في ظل التوجه من الصراع في هذه المنطقة لصراع من نوع جديد وصراع آخر مع كل من الصين وروسيا. هذه نقطة رئيسية. النقطة الرئيسية الثانية هو موقع اليمن في منطقة لا تمثل تهديدا على الإطلاق للدول الغربية الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط، منطقة أوروبا التي تعاني من الهجرة غير الشرعية، فلذلك توجه كافة اهتماماتها إلى الأزمة الليبية وتعمل على حلها بشكل كبير، بينما تتجاهل كافة القضايا الأخرى الفرعية وفي مقدمة منها الدولة اليمنية، خاصة أن الدولة اليمنية ليست بحجم الدول القادرة على التأثير بإمكانياتها المادية أو إمكانياتها النفطية أو قدراتها الطبيعية. فهذه مسألة أعتقد موضوعة دائما في حسبان الدول الكبرى. النقطة الثالثة والأخيرة الرئيسية من وجهة نظري تتمثل في مدى الحدوث توافق مستقبلي بين المملكة العربية السعودية من جهة وبين إيران من جهة أخرى. شهدنا خلال الفترة الأخيرة مفاوضات سرية وغير مباشرة تبنتها الدولة العراقية بغداد ما بين الطرفين، صحيح حققت تقدم في بعض الملفات ولكن هنالك إخفاقات واضحة في ملفات أخرى، غير معلن حتى الآن عن نتائج هذه المفاوضات الدائرة بين الطرفين، ولكن في حقيقة الحال الأزمة اليمنية هي جزء أساسي ورئيسي من المفاوضات بين المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة أخرى. كيفية الوصول أو مدى إمكانية الوصول إلى أزمة إلى حل وتوافق سياسي ما بين الدولتين أعتقد أنه سيصب في مصلحة الأزمة اليمنية أو يصب ضدها. لو حدث توافق بين المملكة العربية السعودية وإيران سيكون هنالك حلا قريبا للمسألة في اليمن. إذا لم يحدث هذا التوافق فأعتقد أن الصراع سيستمر خلال الفترة القادمة. ولكن يعني جماعة الحوثي وانتهاكات الحوثيين في اليمن ما بتقتصرش على البشر أو على الأرض فقط، بل هناك انتهاكات للتراث الثقافي والأثري في اليمن. في مصادر حقوقية يمنية كشفت أن الميليشيا قامت بالسطو على عدد من المنازل الأثرية في مدينة صنعاء القديمة. أين دور المنظمات الدولية للحفاظ على التراث الإنساني والثقافي في اليمن؟ صنعاء تم الاستيلاء على بعض المنازل الأثرية، منطقة سبأ أيضا تعرضت لمثل هذه الأعمال النهب والسلب، أيضا منطقة العديد من المناطق الموجودة في اليمن تتعرض لمثل هذه المسائل. أعتقد أن فكرة الفكر المتطرف الديني المتطرف لمثل هذه الميليشيات الإرهابية لا يكون في مخيلتها أن هنالك مسألة اسمها تراث ولا هنالك مسألة اسمها آثار تمتاز بها الدولة ويجب الحفاظ عليها، وإنما مع الأسف الشديد تنظر في كثير من الأحيان إلى هذا التراث على أن
أنه عبادات وثنية أو ما خلافه من تلك الآراء الرجعية المختلفة، فتدمر وتحرق وتستولي على الكثير من هذه الآثار. هذه مسألة مع الأسف شديد المنظمات المعنية على مستوى العالم وفي مقدمتها اليونسكو يكتفي بالشجب والإدانة، والعالم كله أعتقد أنه لا يملك من أمره شيئا في التصدي لمثل هذه الهجمات البربرية على التراث الذي هو ليس ملكا لليمنيين فقط وإنما هو ملك للبشرية جمعاء. نفس المسألة تكررت في سوريا، نفس المسألة تكررت في العراق مع ميليشيات إرهابية مماثلة. هذه مسألة أعتقد أن التراث العالمي يتعرض للكثير من المخاطر من هذه الجماعات والميليشيات الرجعية والمتخلفة. وهذه مسألة تقودنا في النهاية إلى الإيمان بفكرة أن الدولة المصرية بجيشها ومؤسساتها وشعبها تمكنوا في حقيقة الحال من إنقاذ الدولة المصرية من مصير أسود كانت أن تتعرض له في فترة من الفترات. هذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها كشعب مصري عندما نناقش مثل هذه القضايا ومثل هذه الأزمات الدولية في اليمن، في ليبيا، في سوريا والعراق. هذه مسألة حاكمة لابد أن تكون موجودة دائما في قلب وعي الشعب المصري. بالضبط. ونحن نتحدث عن ما تفعله جماعة الحوثي في الأراضي اليمنية، نقدر نقول إن هي خطر ليست على الأراضي فقط أو على التراث كما ذكرنا، ولكن أيضا على الملاحة الدولية سواء من خلال مضيق باب المندب أو جنوب البحر الأحمر. لماذا لا تتحرك الدول الكبرى التي لها تجارة مع دول الخليج يعني للحد من هذه القرصنة البحرية؟ أعتقد أن الدولة المصرية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية تحركت بالفعل على أرض الواقع وشكلوا ما يشبه المنظمة للدول المشاطئة على البحر الأحمر. هنالك تنسيق عسكري ما بين الدول المشاطئة لحماية ممرات الملاحة الموجودة في البحر الأحمر. أيضا باب المندب بالنسبة لنا هو ممر استراتيجي وحيوي نظرا لتأثيره المباشر على قناة السويس. أعتقد أن الدولة المصرية بتحديث أسطولها البحري خلال السنوات الأخيرة وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية تتجه بشكل كبير وقوي لتأمين الملاحة وحريتها في البحر الأحمر. أعتقد أن هنالك انتباه كبير لهذه المسألة لأنها تمس الأمن القومي المصري بالأساس وتمس أيضا الأمن القومي السعودي وحركة الملاحة وتحركات النفط. أيضا هنالك مخاطر مرتبطة بهذه المسألة في بحر عمان والخليج العربي، التهديدات الإيرانية الموجودة في هذه المنطقة على خلفية التوترات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة أخرى، التحرشات بالقوافل والناقلات النفط الموجودة في هذه المنطقة. منطقة التوتر التي أحدثتها إيران في منطقة الخليج العربي وبحر عمان أعتقد تحاول تكرارها من خلال ميليشيات الحوثي في منطقة البحر الأحمر وتحديدا في منطقة ميناء الحديدة. ولكن أعتقد أن القوات العربية بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر تتصدى لهذه المسائل بشكل جيد للغاية. نعم أستاذ أشرف، دعنا نتطرق لتصريحات قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح اللي أعلن فيها أنه يريد أن يوجه كل الطاقات لتشكيل مقاومة حقيقية تستطيع أن تواجه المشروع الإيراني. جدد أيضا التأكيد أن المقاومة الوطنية اللي بيقودها لن تكون خارج إطار الشرعية والتحالف العربي، ولكن لابد أن يكونوا فاعلين في الشرعية ويدعموا أي عمل تقوم به الشرعية لاستعادة الدولة. يعني دلالة هذه التصريحات من وجهة نظر حضرتك؟ هذه الدعوة بالتحديد ما فعلته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الليبي عندما حدثت تطورات خطيرة ومهمة تؤثر على إمكانية تماسك الدولة الليبية وقيادتها نحو المجهول والتقسيم، خرجت الدولة المصرية بمنتهى القوة وعادت مرة أخرى الكرة إلى ملعب السياسة والكرة إلى ملعب
الشعب الليبي ليختار مستقبله السياسي كما يريد ويحافظ على دولته المستقرة دونما تقسيم خلال الفترة القادمة، وهو ما قاد في نهاية المطاف إلى وجود توافق ليبي على إجراء الانتخابات العامة هناك سواء البرلمانية أو الرئاسية في شهر ديسمبر المقبل، وهنالك توافق دولي كامل على هذه المسألة وتوافق إقليمي أيضا. كانت هذه المسألة بدايتها من الدولة المصرية هي التي دعمت في هذا الاتجاه واستطاعت ونجحت في تحقيق صالح وأهداف الشعب الليبي الشقيق. نفس هذه الدعوة يجب أيضا تطبيقها في ملف اليمني بشكل أو بآخر، برغم الصعوبات الكثيرة الموجودة هناك، برغم التدخلات القوى الإقليمية المختلفة، ولكن مهما طال الزمن بالنسبة للقضية اليمنية فلن يكون هنالك حل إلا بالعودة إلى الشرعية الأساس في كل الدول وفي كل القضايا، وهي الشرعية العائدة للشعب. والشعب اليمني هنا لابد أن تعود الكرة مرة أخرى ليحدد مصيره ويحدد ممثليه ويحدد المؤسسات التي تعبر عنه بشكل واضح، وأيضا ما يعبر عن تماسك الدولة اليمنية ويحميها من مخاطر التقسيم. إذا تكتفت جهود المقاومة الوطنية مع قوات تحالف دعم الشرعية، هل يستطيع الحد من التدخلات الخارجية في اليمن برأيك؟ على أضعف الإيمان سيتم التصدي للتوسعات الحوثية التي تحاول أن تتغول في الأراضي اليمنية وصولا إلى السيطرة على كافة الأراضي اليمنية. في حالة تحالف الجيش اليمني مع القبائل الوطنية مع الشعب اليمني ضد هذه الميليشيات الإرهابية، أعتقد أنها ستنجح في مرحلة أولى صد هذه الهجمات وعرقلة تقدمها على الأرض والتصدي لطموحاتها في التوسع والانتشار كمرحلة أولى. في مرحلة تالية سيفرض الشعب اليمني كلمته مرة أخرى، يستعيد الأراضي، يحرر الأراضي، يقود نحو عملية سياسية شاملة تصل في نهاية المطاف إلى انتخابات عامة في البلاد تنهي هذا الصراع. لكن مع الأسف الشديد كل ذلك لن يتم على المستوى المنظور، ولكن على المستوى المنظور يجب أن يعي الشعب اليمني خطورة التطورات الأخيرة التي تحاول من خلالها جماعة الحوثيين فرض الأمر الواقع واستلاب إرادة الشعب وصولا إلى مرحلة التمكين كما هو الحال بالنسبة لمثل هذه الجماعات والميليشيات الإرهابية. الوصول إلى مرحلة التمكين في الأرض اليمنية سيصعب كثيرا من الحفاظ على تماسك الدولة والوصول إلى حل سياسي لإنهاء هذه الأزمة. يعني لو قلنا إن جماعة الحوثي كانت في الأول بيتم مهاجمتها عن طريق التحالف العربي لدعم الشرعية عن طريق الجو، ولكن المقاومة الوطنية بقى فيه عنصر على الأرض الآن، يعني أعتقد أن ده هيساعد كتير في الحد من التوغل في الأراضي اليمنية من قبل جماعة الحوثي. صحيح، هذه مسألة لا جدال فيها. فكرة الاكتفاء بالضربات الجوية والغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف أعتقد أنها تحتاج إلى دعم على الأرض، وهذا يحدث بالفعل منذ سنوات، منذ بداية الحرب في اليمن وتواجد القوات السعودية دعما للشرعية والجيش اليمني، هذا يحدث بالفعل على أرض الواقع. وأيضا هنالك والمملكة العربية السعودية كانت منتبهة لمخاطر ميليشيات الحوثيين منذ التسعينات وقبل التسعينات، حتى عندما نشأت كجماعة دينية تحولت إلى جماعة اجتماعية ثم كان لها أهداف سياسية، وفي النهاية تحولت إلى ميليشيات عسكرية تحاول فرض إراداتها على الشعب اليمني بشكل عسكري وبشكل دموي وبشكل غير مسبوق على مستوى العنف وعلى مستوى الاحتماء بالأهالي واستخدامهم كدروع بشرية، حتى وصلت اليمن السعيد إلى حد المجاعة في الكثير من أراضيها، حتى وصل اللاجئين اليمنيين إلى نحو 2.5 مليون لاجئ. معاناة كبيرة يعاني منها الشعب اليمني بفعل هذه الجماعة الإرهابية. ولكن لماذا لا تلجأ الجماعة الحوثية لإنهاء هذا الصراع وتشكيل حكومة وطنية والاتجاه نحو السلام بشكل عام؟ لسبب بسيط، لأنها هدفها الأساسي والرئيسي هو السيطرة على الحكم في البلاد، وتكون لها مثل ما هو الحال على بالنسبة في الدول التي تحركها وتقف وراءها الولاية هنا لولاية الفقيه، هي دائما ما تنظر إلى نفسها كجماعة فوق كل القوى السياسية ولديها القدرة والإمكانيات، وهي أعلى من إرادة الشعب اليمني، وهي قادرة على الحكم، وهي الوحيدة التي من حقها أن تسيطر على مجريات الأمور في البلاد، وهذه
هذه مسألة أعتقد واضحة للعيان، وعلى الشعب اليمني أن يكون منتبه لها كل الانتباه حتى يستطيع أن يفسد هذا المخطط الإجرامي الذي ينال بالأساس من تماسك وحدة الدولة اليمنية. هناك أيضا مخططات تأمرية من قبل بعض الدول تحديدا إيران للسيطرة على منابع النفط والغاز اليمنية وإجهاض عمليات السلام من أجل السيطرة. هو الهدف اليمن بالطبع فيها نفط وبها غاز وبها العديد من الثروات التعدينية، ولكنها غير مكتشفة بالكامل وتحتاج إلى إمكانيات مادية كبرى حتى يتم اكتشافها. ولكن الهدف الرئيسي لإيران هو هدف سياسي بالأساس من خلال الهلال الشيعي الذي تحاول أن تطوق من خلاله منطقة الخليج والمنطقة العربية لفرض إرادتها والتحول من مجرد دولة كبرى إلى قوة إقليمية مسيطرة على كافة الدول في المنطقة. هذه مسألة، هذا هدف سياسي بالأساس تحاول الآن من خلال اليمن، كما هو الحال بالنسبة لليمن، كما هو الحال بالنسبة للعراق. منطقة الهلال الشيعي ده هدف استراتيجي منذ سنوات طويلة، وأعتقد أن الدول العربية منتبهة لهذا الخطر تمام الانتباه، وأعتقد أنها ستتصدى له خلال الفترة القادمة مهما حاولت من خلال التواجد في ملف اليمني وفرض الأمر الواقع على الدول العربية. أستاذ أشرف، ولكن بالرغم من كل الخسائر اللي بتتعرض لها جماعة الحوثي على أرض الواقع، إلا أنها بيتم تزويدها بالسلاح عن طريق مضيق باب المندب أو عن طريق إحدى الدول المجاورة لها. يعني كيف ترى الحد من هذا التزويد بالأسلحة لجماعة الحوثي؟ طبيعة التضاريس وطبيعة الدولة اليمنية، الخريطة، المساحات الشاسعة من الأراضي على الحدود مع المملكة العربية السعودية، طبيعة وجودها على البحر الأحمر والمساحات الشاسعة الموجودة لها على منطقة البحر الأحمر يسهل كثيرا من عملية إمدادها بالسياح. هذه النقطة. النقطة الأخرى، أيضا الدولة الإيرانية لها باع طويل وخبرات طويلة في فكرة تهريب السلاح وتزويد الميليشيات التابعة لها في كافة الدول المختلفة. حدث ذلك في سوريا، حدث ذلك في لبنان مع حزب الله، حدث ذلك في ميليشيات الدعم الشعبي في العراق. كل هذه المسألة لهم خبرات وباع طويل في تهريب السلاح ودعم الميليشيات التابعة لها. ولكن إذا أرادت الدول العربية وقف والإقليمية الكبرى وقف هذه المسألة، أعتقد أنها تحتاج أول ما تحتاج إلى التضافر والتعامل بحزم مع الدولة الإيرانية، تحتاج أيضا لدعم القوى الدولية والوقوف بالمرصاد لها، وليس مجرد التسليم بأن الدولة الإيرانية مؤثرة من خلال الميليشيات التابعة لها في الدول المختلفة، والوقوف لها بالمرصاد في الملفات الشائكة التي تتبناها الدولة الإيرانية وفي مقدمتها الأزمة النووية. نعم. أستاذ أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الجمهورية، حضرتك شرفتنا على شاشة النيل للأخبار، بنشكر حضرتك جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، انتهى مشهد اليوم. غدا مشهد جديد. إلى اللقاء.